بنحكي لكم اليوم قصة هذا الطفل المميز اللي كانت إرادته أكبر من تحديات حياته. ولد أصم لا يسمع ولا يتكلم، لكن خطواته في التعلم وتطوير الذات يسمعها اللي بآخر الطريق. هذا الطفل اليوم هو زميلنا سامي، أحد أميز كوادر وزارة التجارة في إدارة الموارد البشرية. سامي وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة هم نموذج للنجاح والتمكين.